بسم الله الرحمن الرحيم. معكم حازم محسن، طالب بكلية الهندسة جامعة المنيا قسم الهندسة المدنية، مهتم جدا ببرامج الرسم الهندسي وبالأخص الأوتوكاد والهندسة المدنية عموما. اشتغلت كمدرب للرسم الهندسي ببرنامج الأوتوكاد، عندي خبرة تزيد عن 2 سنين. إيه هو برنامج الأوتوكاد؟ برنامج الأوتوكاد دوت برنامج للرسم الهندسي من إنتاج شركة أوتوديسك. دوت البرنامج ده بيستخدمه معظم الشركات حوالين العالم كله، لأنه بيوفر الوقت والجهد البدني في المادة العلمية دي أو خلال الكورس ده. هندرس كيفية التعامل مع البرنامج. المفروض إن بعد إتمام المادة تكون قادر على أول حاجة رسم كل ما يخطر ببالك من الأشكال الهندسية والأجزاء الهندسية. هنأهلك لاجتياز امتحان شركة أوتوديسك للحصول على شهادة رسمية من الشركة. هنأهلك للعمل على البرنامج في الشركات الخارجية سواء في بلدك أو بره البلد، طبعا ده بيكون بفلوس وباب رزق ليك. بعد كده الفئة المستهدفة، المادة مقدمة لكل شخص يرغب في تعلم البرنامج، يعني أي شخص حابب يتعلم برنامج الأوتوكاد هتكون المادة العلمية دي مفيدة جدا ليه، بس أهم حاجة يكون بيعرف يتعامل مع الحاسب الآلي بس، والسن يكون مثلا أكتر من 15 سنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.